السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال الذكاء الصناعي البرنامج دوت بيساعدك على معرفة مشاكل الكربون اللي موجودة في المبنى بتاعتك وقياسها، لأن لو في مشكلة مش عارف تقيسها أنت مش هتقدر إن أنت تحلها. هو بيقول لك إحنا قربنا أوي على 20-30 ناقص 6 سنين و 300 يوم و 22 ساعة، فهو بيقول لك إحنا لازم نحل المشاكل اللي موجودة عندنا. دي صورة التطبيق، فبيساعدك في التصميم والميجر وإدارة والتعاون في حل المشاكل دي، بيديك تقرير للمشاكل اللي موجودة في خصوص الكربون، لأن المباني مسؤولة عن جزء كبير جدا من الكربون، مشكلة الكربون على مستوى العالم. فلو احنا قدرنا ان احنا نحلها ده هيساهم كتير جدا. فبيشرح لك بقى كل خطوة منهم، زي الذكاء الصناعي هيساعدك في التصميم الأفضل، هيساعدك في القياس، هيساعدك في إدارة المشاكل بتاعت الكربون. انا بعت لهم ريكوست على اساس ان بعتوا لي بقى التطبيق ان انا اقدر اجربه ان شاء الله.